كان نفسي يرجع من تاني للملعب، وآخر حاجة عملها إنه ودع زمايله. صدمة كبيرة للكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت نجم الزمالك السابق ومودرن سبورت الحالي. نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر 31 سنة، ونشر مودرن سبورت بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الكرة الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية. تم نقله على أثري إلى مستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية اللي حصلت له يوم 11 مارس 2024. بقلوب يتعصرها الحزن، لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. المثير كان في ظهور أحمد رفعت الأخير اللي كان بيزور فيه زمايله في الميران. أحمد ظهر كأنه كويس وفهوش حاجة، كان حابب يبقى معاهم، لكن ما كانش يعرف إن ده اللقاء الأخير وإنه بيودعهم. أحمد كمان ظهر من أيام بس ضيف على إبراهيم فايق واتكلم عن رغبته في العودة من تاني للملاعب وكواليس أزمته الصحية، وقال أحمد: كنت قريب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي الموسم الماضي، والصفقة كانت وشيكة على الانتهاء. كنت مخلص مع المارد الأحمر السنة اللي فاتت وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة. أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأني سني لسه صغير وأقدر أعمل كده خلال الفترة المقبلة، والدكتور قال لي هترجع تلعب تاني كورة. وتابعت ما حدث لإريكسن نجم منتخب الدنمارك في وقت سابق، وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية. وقال رفعت كمان: باخد الأدوية من 5 لـ6 مرات على مدار اليوم، وتحكالي أني حاولت أقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي، لكن الأطباء تعاملوا مع ذلك، وفي تحذيرات طبية ليا في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي المنزلي، وبستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية وما حدث معي بسبب ضغوط الكرة، فهي معتادة لكنه أمر صعب. المثير إن رفعت اتكلم عن الموت وقال: أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ما يبقاش موجود، مش هيتبقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتأدي الحياة اللي مطلوب تعملها، وما تكونش شخص مؤذي. وارد في أي وقت أي حد ما يبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة ومش مشكلة، أكتر حاجة بتفضل هي السيرة واللي أنت بتعمله في حياتك.